انا استاذ ما شاء الله ايش كبره هذا علي هذا وهذا قداية نسرح شويهين ونتغدى بيهين. هذا مكان الصيد بعد بداية موسم، ان شاء الله الخير لي قدام. آخ، هذا مكان بعيد عن العالم عن الناس، بس الصيادة تعرف هذا الشعور. تقعد هيج أو تشوي من صيدك وتاكل وراسك بال. تحياتي للجميع. وصل الفيديو هنا، اتمنى يعطيني اشتراك ولايك. تحياتي لكم. مكان مثل الغابة.